محمد الجوي إصلاح المجتمع المدني. مهرجان لمسات هو مهرجان في دورته الثانية من تنظيم جمعية الأبصار تحت إشراف دار المجتمع المدني. احنا جد سعداء في دار المجتمع المدني لكون جمعية الأبصار منخرطة الآن في دار المجتمع المدني، كونها واحد الجمعية شبابية اللي نشيطة وتشتغل بجد، والمواضيع ديالها هادفة وجادة والتبيئة ديالها كبيرة والهيكلة ديالها مهمة. مهرجان لمسات اللي هو واحد نوستالجيا ديال اللعب، لعب زمانا واللعب حديثا، وهي مناسبة باش نذكروا الآباء بأنهم ياخذوا واحد ذاكرة انفعالية ويحاولوا يلعبوا مع الوليدات ديالهم ويعرفوا الألعاب ديال زمان، لأن الأطفال الآن يعانيوا من اللعب خصوصا ضمن هذه التكنولوجيا والتكنولوجيا اللي غزات عالم ديال الأطفال، بحيث الطفل ما بقاش كيلعب دوك الألعاب الشعبية اللي كانت قديمة اللي كانت فيها حركة، كان فيها واحد الانشغال بالجماعة بالمنافسة بقبول الهزيمة. يعني موضوع مهم جدا، وحنا جد سعداء في كون هذا المهرجان كان تحت إشراف المجتمع المدني. وشكرا. هذه فريدة غنية بالأنشطة الموجهة بطبيعة الحال للطفل. سعيد ايضا انه الجمعيه هذه اشتغلت على واحد التيمه اللي كتشد الانتباه، هي التيمه ديال الالعاب الشعبيه، بمعنى انه الجمعيه اللي كتحاول انه تحيي واحد النوع ديال التراث الشعبي اللي في طريق الانتقال وتعرف به الاجيال الصاعده. عجبني بزاف المستوى ديال الحماس وديال التنظيم ديال هاد الشباب في هاد الجمعيه، وبغيت نشكرهم بطبيعه الحال على هاد الجهودات اللي قاموا بها. بغيت نشكر ايضا الجمعيه ديال دار المجتمع المدني على الاشراف ديالها والتقدير ديالها لهاد الجمعيات، وسعيد جدا اني نتواجد بيناتكم. شكرا لك. شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.